معكم مصطفى الخلفي على We Love Birds. وحاليا كنتحمل المسؤولية كناطق رسمي. تجربة كوزير الاتصال كانت تجربة غنية حافلة، الحمد لله توفقنا في إخراج مدونة الصحافة والنشر اللي كانت تقريبا ما يفوق العقد من الزمن، القانون ديال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أيضا لإطلاق الإصلاحات اللي مرتبطة بواحد العدد من المجالات ومنها الاعتراف بالصحافة الرقمية كمنظومة، وأيضا العمل الهام ديال إطلاق برنامج خاص بدعم الإنتاج السينمائي في المجال الصحراوي الحساني، وأن يشكل ذلك رافعة أساسية بالنسبة لبلدنا فيما يخص الترافع من أجل القضية الوطنية. وبجوج شخصيا المسار ديالي مسار حزبي، أنا في 1993 دخلت الحزب الحركة الشعبية السورية الديمقراطية اللي من بعد ولا حزب العدالة والتنمية، وكان مسار مهم. هذا ما كيعنيش أنني كان بخص الجهد ديال الآخرين، ولكن بالنسبة إلي لقيت ذاتي في هذا المسار. المغرب اختار واحد المسار تكون عنده شراكة متقدمة مع أوروبا، والآن المسار الذي قاده جلالة الملك حفظه الله مسار أيضا شراكة متقدمة مع إفريقيا، واللي كانت النتيجة ديالها دابا الآن أزيد من 2000 اتفاقية العودة للاتحاد الإفريقي ومبادرات عملية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. لا أنا لا أجد نفسي في أي واحد فيهم. المسار اللي مقتنع به شخصيا هو مسار تقدمي مبني على المرجعية والهوية المغربية، معتز بمقوماتها، ولكن أيضا منفتح على التجارب الإنسانية دون سقوط في الانغلاق. أنا مقيم في الرباط من 2001، ولكن ما يمكنش ننسى المكان اللي تولدت فيه اللي هو مدينة القنيطرة، وما يمكنش ننسى المدينة اللي ترشحت فيها الانتخابات البرلمانية اللي هي سيدي بنور. فبالعكس كيصعب التفضيل. إدراج الأمازيغية في الإعلام، ولعلمك في 2012 في دفتر تحملات القناة الأمازيغية وضعت القاعدة ديال 24 ساعة، ووضعت القاعدة ديال أن القناة الأمازيغية ماشي قطو، الأمازيغية هي رصيد لكل المغاربة، ولهذا مبدأ الترجمة إلى اللغة العربية باش غير الناطقين بالأمازيغية يتعلموا الأمازيغية ويتابعوا البرامج ديال القناة الأمازيغية. بجوج ما يمكنش ننسى الدور ديال سي عبد الإله بن كيران، واللي مازال يعني العلاقة ديالي معاه يعني قوية، وفي نفس الوقت سي سعد الدين العثماني، كلاهما اللي أنا معتز بالعلاقة معهم وبالدور ديالهم في المسار ديالي مع تفاوت. معارضة قوية، لأن العمل الحكومي كنوقعوا فيه في أخطاء، فاش تكون معارضة كيوقع التنبيه وكيوقع التصحيح، وهذا واحد الشيء مهم. أنا فيهم بجوج. ينبغي أن نعتز هنا بالمبادرة الشجاعة لجلالة الملك إرساء آلية سياسية للحوار، شيري أنا مع الإصلاح ديالو باش إيصال الدعم للمستحقين، وكنعرف شنو كيعني هذاك الشيء على أرض الواقع. ومن هنا لتماك راه سنوات، عندنا على الأقل واحد 3 سنين أو 2.5 سنين. كاين الآن واحد الدراسة غادي تستكمل باش تحددنا شنو هي الآثار، لأنه الآن المغرب خاض تجربة ديال العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، نوقفوا على الآثار ديالها وبطريقة علمية نتبعوا النتائج ديالها. النتائج ديال الدراسة اللي خرجت بأنه خصو يتراجع خصو يتراجع، خرجت بأنه هو اللي فيه المصلحة راه غادي يبقى، ولكن خصنا نشتغلوا في الأمر
بهذه المنهجية شنو هادشي اللي أعلن عليه الوزير الوظيفة العمومية. أما أنا ما كاينش الوجه ديال المفاضلة، لأن كل الإنسان اللي كيكون محكوم بالهاجس ديال الخدمة الصالح العام من أي موقع كان راه كيجتهد في ذلك. استمرار فيه واش كاين ولا ما كاينش؟ هو راه كاين، راه نجزنا. أنت بغيتيها باللغة ديال، لا هو راه كاين، راه كاين هذا الحوار.